بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين كل امرئ وأنبدناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون وأنبدناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض قبل في أهلنا مشفقين قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فمن فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون
يتربص به ريب المنون أم يقولون شاعر يتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين قل تربصوا فإني أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين فليأتوا بحديث شيء أم هم الخالقون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا هم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا وإن يروا كسفا من السماء ساقطا ساقطا يقولوا سحاب مركوب ساقطا يقولوا
حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.